السلام عليكم. اليوم اليوم اللي بنشتغل عليه شفتوا البلاستيك اللي تحت السيارة؟ هذا هي ببدلها بركب حديد. الشركة اللي بركبها هي اسمها زد سبيد. كم سعرها ما ادري نسيت. خلالها شي شهر على ما توصل الاوردر ووصل زد سبيد وحن برويكم. خلنا اقول لكم شنو فايدة هذه الشيت الحديدة. اذا انت شخص انت من نفسك تبدل اويل السيارة سهلوا لك العملية كلها بلطين تبطلهم نزل اويل بدل اويلك دي الصوب تبدل فلتر دي الصوب امورك طيبة وانت مخلص كل شيء مرتب. قبل لازم تبطل نص اللي ورا وتسحب تحت عشان تمد يدك داخل وتنزل وايه كانت لويا شوية او انك تبطل كامل تريح عمرك. بس الحين خلاص سهلوا العملية صح. ف حاليا شغلنا مو بذي حاليا بس نبطل البامبر وما يحتاج نبطل البامبر بس نبطل البامبر لان الفلتر داخل بننظف الفلتر وبعدين بنركب ذي. ف انجوي ذا شو حق الحين. لا رطوبة صفقات اليوم. جلول عقرت عليك قلت ما اعرف ابطل بامبر وما بوصل نفس جلول. شكرا. وينه؟ ديمبو هوبا شي ف قدام شباب. المهم بطلنا فلاتر و بامبر سيارة فلاتر و سمعت الراس ايه واحد من الشباب قال يبي يخش سيارته لانه حار مار يمكن فيها شيء شي فيها ضيجه فيها شيء. وانا واحد من الشباب 1.8 لا صور 1.6 ف اسفه. عندي لك توتوريال عندي لك وان لكم توتوريال شباب كينن باور كلين حرف الكي ها هذا هو هو الفلتر زين يتك ذس رشيت روحي زين ثلاث ارباع لركبي لا تصور سموني البطلون ملكي زين بس والله يعني. واذا غلط شباب متاكد انا صح. وجوه ف تأكدوا ان الفندر مالكم صح قبل ما تشترون لان راعي القبلي او اللي قبله او ما اعرف اي واحد فيهم او في امريكا عشان ما نحط دماغنا هذا هو لان الموتور جاي من امريكا فكذي فمبدلين الفندر مركبين مال 370 عادي انا بد ف هوبا هاي مال نيسمو اكو هذه نيسان بارت نمبر اورايت هاي اللي هني بس منتهي ما في شيء قدام. ايه فت نفسه فت نفسه خلاص امور طيبه. اللهم الفارق من تحت قعدت هاي مقاس مال ايه هذا طويل هذاك طويل يعني مثل ما تشوفون شباب بدينا نركب قطعتين وصلنا لمرحله ان تري دام احنا هني خلينا نسوي ذي دام تري دام احنا هني خلينا نسوي ذي دام بطلنا ذي خلينا نسوي ذي تري فاحس انه اعطونا ربع ساعة بننزل الجير بالغلط. بنقول تير دوم احنا هني خلينا نبطل شو شكله شو من داخل. عندي لا يعني الله لا يقول لانه ما بنخلص. فيعني هاي الابديتات شباب يعني مثل ما تشوفون هني. شو دوم احنا هني الحين دوم احنا هني خلينا نطالع شو السالفة تحت. والحين انا قلت دوم احنا هني خلينا نطق اشياء عرفت واثبتهم. فدوم احنا هني ويا بعض كلنا خلينا انتم ويا بعض ونطالع. الميم هاي يو نو ولا مارت بطل كل شيء. شغال
فشباب دام احنا هني خلينا نسوي بيب الماي بعد لان تشوفوا شباب يعني اي أيوة والله مو بوكي مو بوكي ليك مو هذي دام احنا هني شو دابتني فدام احنا هني خلنا نقول لكم ان لا تطلعون فيها طلعوا فيديو في اليوتيوب بعدين تعالوا سووا اسهل شيء انا حق السوابق اللي قلت له اللي قلت ان شروا فندر غلط حق السياره انسوا كل شيء لان كان صح انا اللي شريته غلط هذه حق 370 للحين شوك لا يا 370 العاديين او 370 النسمه للحين ما بعرف بالضبط بدور ازياد لان انا هذيل ماخذهم من الوكاله رحت لهم عطيتهم بطاقتي بطاقه السياره على رقم الشاصي عشان يبون لي فندر على رقم الشاصي اعطوني ذي قال لي هاي اخر قطعتين وذي وذاك وبدر شوف يشتري وذي وياخذ الحين ما يبي بركب ما 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 يركبون شيء ثاني وايد كليبات مكسره واحنا يعني واحنا نشيل وذي وذاك فالترباحة أصلاً كليبات إيه؟ كليبات ويا الحرارة تعرفون الشباب شلون فان بالضبط وشباب قبل بعد شوفوا الفان شوفوا احنا مراكبين شيء الليلة مراكبين شيء ما في شيء موقفنا تبطيلة ودي ترى صلحنا الليت بعد ايه شيء يعني جه على شيء ضايق لأنا يديد فيكون يابس بابا عويت الفلتر اوه شيت صيت لنيديد فكل يابس شوفون شباب العارفي ما عارف يركب فلتر مو شيء جديد يعني ما فركب ولا شيء في حياتي يعني منها حياتي ما عرفت اركبها شوف مركب له مناخير جداد نعم بابا احنا وين بيايم ما تشوفون ايه الساعة 1:30 صح الظهرة توهقنا شوي نبي كليبات اسطوره حد زمدان. حد الظهر بوضح الشمس سفر برو حساسي جوزي كم سعره ما كان عندك فخباك هذه سياره ما اقدر اروح لها انا وي ار باك دام احنا هنا بيبي تشام داون تشام داون امبالري جمالندي جرندي لندن بولندن يا ليلي بامبا فمثل ما تشوفون ايه الشمس طلعت واحنا للحين هنا تحت السياره دي نيكست داي ابطي ليش فباطي ولا تشوفه هذا صارتني واحدة هنا بس اوكي سوينا هول اوكي شجرات سيارات 2000 years later وين نبتدي؟ انا بروحي ضايع ما اعرف وين ابتدي وين اشاور تذكر في مكان شنو اعرف ايه. شنو مسوي المهم فعقب وقت طويل ما انا حاولت كذا شيء بس وايد فشلت وبراويكم شنو اللي وصلته يعني زين اخر شيء اللي وصلناه حق الاندر شراود قضينا بس ما سركينا ليش ما سركت بدر لان الرفت اختربوا فالرفت مو موجودين في الديره ف تسوون كذي ما ابي اشرد مكان ف
اموره طيبه، ما يحتاج نوتس، ما يحتاج ريفتس، انه اوريدي كل هاي كفايه. ف اتمنى انتم استانستوا، جهزوا روحكم حق فلوق الجاي لانه بنركب كاتش كان. يس، ف خلكم جاهزين، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. هذه ما عارف اللي وراي، ما عليكم منه. اوكي اوكي.